السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أكد الناطق باسم غرفة عمليات تأمين سرت والجفرة العميد عبد الهادي درا الجمعة أن منطقة بوغرين والمناطق المحيطة بها هي مناطق عسكرية، وحذر درا المواطنين من الاقتراب من منطقة بوغرين لوجود الألغام التي زرعتها ميليشيات مجرم الحرب حفتر بالمنطقة، بالإضافة إلى عدم المرور من طرق اللود والطريق الساحلي. أعلن آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي الجمعة رفضه اتفاق أحمد معتيق ومجرم الحرب حفتر بشأن فتح الحقول النفطية، وأضاف جويلي أنه ما زال ينتظر موقفا من أعضاء مجلسي النواب والرئاسي بشأن الاتفاق المزعوم، مؤكدا أنه لن يمر أي اتفاق غير معلن وسيكون مصيره الفشل على حد قوله. نقلت وكالة الأنباء الإيطالية آكي تصريحات للممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة، حيث أفاد بوريل أن ليبيا تمر حاليا بفترة حاسمة ومحملة بآمال رؤية التزام قوي من قبل كافة الأطراف الفاعلة للعمل على تحقيق حل سياسي للنزاع. وأضاف بوريل أن الاتحاد لا يريد التعليق بشكل خاص على إعلان رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني فاز السراج نيته تسليم السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة، فالاتحاد الأوروبي منخرط في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية ويتابع عن كثب التطورات المختلفة بحسب قوله. أعلنت اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا بمصرات الجمعة تسجيل حالة وفاة و27 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالبلدية. اللجنة العليا في إجازها اليومي أكدت أن نتائج التحليلات المختبرية للعينات أثبتت شفاء 4 حالات من فيروس كورونا، وأضافت أن فرق الرصد والتقصي والاستجابة أخذت 47 مسحة منها 39 من داخل مقر الفريق و8 خارج المقر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.